السلام عليكم، هذا هو الفيديو الرابع بسلسلة تاريخ التهوية الآلية. حكينا عن بالفيديو الماضي عن التطورات اللي حدثت بالسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وصلنا للتسعينيات. طبعا هي الورقة هي ملخص للورقة العلمية لنيل ماكنتاير، أظن أنصحكم بمراجعتها وقراءتها. بهذه الفترة مثل ما قلنا بنهاية الثمانينيات ظهرت دراسات حيوانية بتقول انه اللو تايدل فوليوم او انه التهوية الآلية اللي عم نقوم فيها بهذيك الأيام غير آمنة، ولازم ننقص اللو تايدل فوليوم. بدأ تطبيق هاي الدراسات عند البشر لنشوف انه فعلا هذا نحولها لكلينيكال ترايل. كلها كانت صغيرة بهذيك الأيام، معظمها فشل بإثبات أن اللو تايد الفوليوم فعلا بينقص المورتاليتي، لحد ما ظهرت دراسة أماتو البرازيلي، حنشوف فيكم صورته لاحقا، ب 98 عمل دراسة صغيرة على مجموعتين مرضى حوالي 25 مريض بكل ذراع، وأثبت هو أول من أثبت أن اللو تايد الفوليوم فعلا بينقص المورتاليتي عند مرضى الأرتس. بعدها جماعة الأمريكا اللي أرديس نيتورك عملوا دراسة كبيرة سموها أرما ترايل. هي الدراسة اسمها كانت لاند مارك، انطبعت أو انتشرت بال2000، هي اللي أثبتت فعلا إنه اللو تايدل فوليوم بينقص المورتاليتي عند مرضى الأرتس. بهي السنوات ظهر مصطلح أو كونسيبت اللي هو البايوتروما، الرد الحيوي، إنه الهاي تايدل فوليوم مو بس بيعمل بايوتروما بيمزق الأسناخ، لا ممكن يعمل رد حيوي، بيطلق وسائط التهابية وبيعمل أذية رئة بحد ذاته، تمطيط الأسناخ. بالنسبة للفطام ظهرت دراستين كبار بهذا العقد، واحدة ظهرت بال85 والثانية بال95 والثانية بال94، أثبتوا إنه الـ SIMV ما هو نظام جيد للفطام. الحكي من منتصف ال95 أثبت نهائيا بشكل قاطع إنه هو ما هو نظام جيد للفطام، ومثل ما حكينا بالمحاضرة الماضية بدأ نظام الـ SIMV أو تسويق له كنظام فطام بدءا من السبعينات، ولحد هلا نحن ب 2020. انا واثق ربما بعض الزملاء، نحن ب 2021 جزء، يعني صار لنا 50 سنه عم نمارس، بعض الزملاء لهلا يؤمن انه الاس اي ان في هو نظام فطام جيد، رغم انه هذا الكلام اكل عليه الدهر وشرب. لاحظوا انه عامل لك هون انه الاس بي تي اللي هي السبونتينس بريثنج ترايل، يعني كانك حاطط مريض على تي فنت، افضل من الاي ام في، افضل من الاس اي ام في. بالنسبة للمودز اللي ظهرت أنظمة التهوية الآلية بنهاية العقد تقريبا بال97 98 ظهر نظام البي ار بي سي، اللي هي أول نظام ديوالي اللي هو بيتحكم بالضغط وبالحجم بنفس المود، يعني حماية مضاعفة خليني أقول. فهذا ظهر بنهاية 98 أو 97. في كتير ناس معجبة بهذا النظام لحد هلأ، رغم أنه هو كان فكرته أنه كمان نفس المبدأ انه نحن بنقدم دعم للمريض حسب حاجته، بس طبعا اثبتت الدراسات واللي بيطلب بحابب يخوض فيها انه هذا النظام ما هو نظام فطام جيد، ولا هو نظام بقلل من الورك اوف بريثنج، بالعكس هو بيزيد الورك اوف بريثنج خاصة عند المرضى الاجيتيتد. فهل فعلا نظام مفيد مميز او يتفوق عن اسيس كنترول؟ اكيد ما في ايفيدنس على هذا الكلام. ومرة ثانية الايمان المسبق بيلعب دور كبير، الاشخاص المقتنعين انه هذا النظام جيد يتموا مقتنعين فيه. هلا الفكره انه هذا البي ار بي سي وقتها بهي الدراسه استخدموا منافس السيمنز سيرفو 300، هذه المنافس ظهرت بالتسعينات. خلينا نشوف فيكم اول شيء شو ظهر عندنا منافس. ظهرت البير 1000 اللي هي بال 93 ظهرت، انا هي شاغل عليها على فكره عده مرضى، على الاقل عده مرضى، ما كانت المنافسه الاساسيه بس كانت قديمه، شاغل عليها ب 2005. هي السيمنز 300 اللي عملت الدراسة عليها ظهرت بال 91، هي انا اكل نص عمري عليها صراحة، شاغل عليها سنتين او 3 سنوات. فيها كتير مودات، منهم البي ار بي سي صراحة، ومنهم الاسيس كنترول، الانظمة المعهودة اضافة للفوليوم سبورت، هذا من الاداة ادابتيف بريشر سبورت، هذا كمان من الانظمة. بس صراحة انا طوال فترة استخدامها كنا نشتغل على الانظمة الاساسية، اسيس كنترول، اس اي في مثلا، والبريشر سبورت. فهذه انا اكله من ايدي، شايف هاي المنفس شاغل فيها منيح صراحه بال2008. هلا من المنافس اللي ظهرت دريجر طوروا، بلشت المنافس الجديده تبع دريجر تظهر، فبال97 ظهرت هاي المنفسه اي فيتا 2. والله انا تجربتي معها سيئه جدا، لانه انا لما بلشت اشتغل عليها اول شيء هي منتشره جدا بالمحافظات السوريه والمشافي الخاص، بعض المشافي الخاصه بالشام،
كتير هاي المنفذة انتشرت، وخاص ما بعرف شو السبب. يعني احنا انا امشي عن فترة 2008 5 2005 2010 تقريبا، بهال5 سنوات شفت كتير منها بالخاصة بالمحافظات وخارج دمشق. يبدو انه هي كانت رخيصة بهداك الوقت، صار كان عمرها 10 سنين، اعطالها كتير، ما في يعني ما انا مقنعة صراحة ابدا. انا من يعني انا لما تنشوفها تسود الدنيا بوشي صراحة، ما تعجبني. هلا من المنافس اللي ظهرت بهي الفترة الهاميلتون جاليليو بال97 ظهرت، ومن هذيك الأيام بلشوا يسوقوا لنظام الـ ASV الـ Adaptive Support Ventilation، هو طوروه لاحقا صار اسمه انتليفنت، اللي هو بتعطي الوزن وبتعطي الطول، والمنفذة لحالها بتحسب شو هو الحجم المناسب والريت المناسب، وبتعمل فيطان تلقائي. طبعا يعني تسويق كبير، بس كإيفيدنس ما هو، يعني انت ما لك مضطر تشتري منفذة مشان تجيب الـ ASV، بدك تجيبها يعني انا ما بعرف اذا كان اللي عندهم اياها اصلا بالعنايه تبعهم هل بيستخدموا الاي اس بي. انا شخصيا ما عندي خبره ابدا بهذا المود، مش ما 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 ما, ما اشتغلت بعنايه فيها هاملتون، وبالتالي ما طبقته على اي مريض صراحه. هل هو فعلا افضل من غيره؟ هل ما فيني احكي، بدك شخص جرب لا يحكي انه فعلا هذا النظام بيتفوق، بس كإيفيدنس ما في حقيقه، او اذا كان إيفيدنس فهو إيفيدنس ضعيف. البنت هن السباقين دوما. هاي المنفسه اكيد كثير ناس بتشتغلي عليها او بتعرفها، البنت او الكوفيديان بنت وليتن بنت 840 840، هي ظهرت اول مره ب 98. انا شاغل جزء كبير من حياتي على هي المنفسه حقيقه، بدءا من 2005 كنا نشتغل عليها بدمشق، طلعت على السعوديه بحرس الوطني، كانت هي المنفسه الاساسيه عندهم، فهي من المنافس المحترمه جدا جدا. يعني ما بحاجه لشهادتي في، كان اللي بيميزها انه عندهم البروبورشنال اسيست فنتليشن، الباب بروبورشنال اسيست فنتليشن، هي الباب اللي هي بتاخد، هي نوع من الفيد، بتاخد بتعمل فيدباك، نوع من البريشر سبورت بس مش ثابت، فاريبل بريشر سبورت بنسميه، فبيعتمد على الورك اوف بريثنج تبع المريض، وبيعدل البريشر سبورت حسب الورك اوف بريثنج، يعني مور سوفيستيكيتد ثان الفوليوم سبورت او البي ار بي سي. طبعا نفس الكلام، انه رغم انه هذا النظام موجود وانا شفته على كل المنافس، بس ما كان حدا يستخدمه صراحه. نفس الشيء الايفيدنس عليه ما هو قوي، ما في ايفيدنس بيقول انه لازم تستخدمه بالفطام، في له مشاكله. وطبعا جماعه كوفيديان يعني بيسوقوا له، بس هو الاساس بقيه الانظمه، الاسيس كنترول والفوليوم كنترول والبريشر سبورت على هي المنفسه محترمين جدا جدا. حتى في بعض المنافس، هي المنفسه بتحتوي على نون انفيزيف، يعني ممكن تقلبي على نون انفيزيف اذا مضطر مثلا، ما عندك منافس نون انفيزيف وما بتعطي انذارات، فمن المنافس المحترمه جدا، انا شخصيا بحبها صراحه. بالنسبه للنون انفيزيف، ما دام فتحنا سيرته، بمنتصف العقد هذا بال95 ظهرت دراسه انه النون انفيزيف هو فعال بمرضى السي او بي دي الاكيوت اكسربيشن، بيقلل الحاجه للتنفس الصناعي، بيحسن المورتاليتي، وبالتالي صار ستاندرد اوف كير من هذيك الايام. بس للاسف ما كان في يعني انا بحكي مثلا عن فتره الاقامه تبعي بال 2005، ما كان ستاندرد اوف كير لانه ما كان في اجهزه. السبب انه ما في اجهزه وما كان في خبره باستخدامه. طبعا حاولنا طورنا، بالذكر حاولت يعني انا ناقشت مع احد مدراء المشافي نجيب لنا اقنعه وكذا، ما كانوا مقتنعين رغم انه هذا الكلام بال95. سبحان الله. هلا جينا على النيو ميلينيوم، على ال2000، العشر سنين من 2000 ل 2010، شو هي التطورات اللي صارت؟ مثل ما قلنا دراسة الأرما ظهرت بال2000 بنيو انجلاند، وهي من وقتها صار ستاندرد اوف كير، ما عاد في حدا يناقش بانه اللو تايدال فوليوم بفيد او ما بفيد. بعد هاي الدراسة اصلا ما ظهرت دراسات كبيرة عادوا موضوع اللو تايدال فوليوم فيرسس هاي تايدال فوليوم، ما عاد اصلا اخلاقي انك تعمل هيك دراسة، ما عاد حدا يعطيك الابروفل عليها. ورغم هذا الشيء لما عملوا مسح بياني اظن او كروس سيشنال ب 2014، دراسه الشهيره اظن اسمها لانج سيف، نسبه الملتزمين حول العالم باللو تايدل فوليوم كان، ما هي نسبه عاليه، حوالي 60% بس اظن الملتزمين، يعني ثلث الناس بعد 14 سنه من الايفيدنس هذا بعدهم عم يستخدموا تايدل فوليوم اعلى من المطلوب. ربما الـ يعني شيء مخجل صراحة أنك تحكي بهذا الكلام، وأنا واثق أن نحن بال 2021 لهلأ في زملاء ولهلأ في ناس ما وصلها هذا الإيفيدنس أو ما أنا مقتنعة فيه للأسف. طبعا هذا أذية كبيرة للمريض. هلأ جينا على البيب
كونه انهينا موضوع اللو تايد الفوليوم. الموضوع الثاني هو البيب بقى، فرق بدنا نعرف شو هو الاوبتيمال بيب. مثل ما قلنا بدا الحديث عن الاوبتيمال بيب من نهايه السبعينيات، ودائما في اخذ ورد انه هاي فيرسس لو، خاصه مدى الارتس. بهذا العقد ظهروا ثلاث دراسات كبيره قارنوا الهاي بيب مع اللو بيب. تعريف الهاي بيب كان بهي الدراسات من 10 ل 15 تقريبا، واللو بيب تقريبا كان من 5 ل 10. هذول الثلاث دراسات ثلاثتهم كانوا نيجاتيف، ثلاثتهم ما قدروا يثبتوا انه الهاي بيب افضل من اللو بيب عند مرضى الارتس. دراسة أمريكية الألفولاي انتشرت في 2004، دراسة مولتي ناشونال اللي هي أسترالية وكندية وسعودية، المراكز اللي شاركوا بالدراسة حوالي 1000 مريض، اسمها اللوفز كمان بال 2008 انتشرت، كمان كانت نيجاتيف، ما اثبتت انه الهاي بيب افضل من اللو بيب. الاكسبريس اللي انتشرت نفس السنه ونفس العدد بالجامعه، كمان كانت دراسه فرنسيه ونيجاتيف كانت. لما جمعوا الدراسات مع بعضها بميتا اناليسس، كثير ميتا اناليسس صارت، ربما لو كنت ترجعوا للتفصيل رجعوا لمحاضرتي عن الاوبتيمال بيب، لقوا انه في سيكتور اوف بيشنت، يعني جزء من المرضى هن اللي سيفير ارتس اللي هن البي اف ريشو اقل من 200 على ما اذكر، او 150 100 اقل من 200، هذول السب جروب هذول هن استفادوا على الهاي بي. فبالتالي عمليا هي الثلاث دراسات قالوا لنا انه السيفير ارتس او اللي هن اللي بهذيك الايام اللي عنده نقص اكسجين شديد ممكن يستفيدوا على الهاي بيب. وصار هذه صارت البراكتس على فكره بالعشر سنوات اللاحقه. لهلا طبعا احنا بال 2020 صرنا 2021، لهلا ما قدرنا نوصل للاوبتيمال بيب بطريقه فعاله. حكيت يعني مره ثانيه في ما بدي اقلب محاضره للاوبتيمال بيب، بس هي الفكره هي الريكروتابيليتي اوف ذا لانج، قابليه الرئه للتجنيد. كيف نعرفها؟ هل هي شده نقص الاكسجين؟ هل هي نعمل طبقي محوري مثلا، نعمل الترا ساوند؟ هذا هو مجال ابحاث واسع لهلا ما قدرنا نوصل لجواب قاطع له. في دراستين لازم اذكرهم، مثل ما قلنا اول دراسه اثبتت اللو تايدل فوليوم اللي اصدرها اماتو البرازيلي، اثبتت انه اللنج اللو تايدل فوليوم بروتكتيف، كانت السرفايفل افضل، انتشرت ب 98. فيلر بال 2005 هذا اسباني عاد الدراسه بنفس التفاصيل واثبت انه الهاي اللو تايدل فوليوم افضل من الهاي من الهاي تايدل فوليوم. طبعا ميزت هذول الدراستين عن 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 بقيه الدراسات انه هذول كانوا في تو انترفينشن، لو تايدل فوليوم مع هاي بيب فيرسس هاي تايدل فوليوم مع لو بيب. نفس الشيء عمل فيلر، لو تايدل فوليوم مع هاي بيب فيرسس لو تايدل فوليوم مع لو تايدل فوليوم مع هاي بيب فيرسس هاي تايدل فوليوم مع لو بيب. هذه هي كانت الانترفيشن تبعه، لذلك ما بتنذكر مع دراسات اللو تايدل فوليوم الوحيده. بالنسبه للويننج بال 2008 ظهرت دراسه هامه هي الكومبايننج الاويكننج مع الاس بي تي، انك تصحي المريض تعمل له توقف سيديشن، هذا البروتوكول، اضافه انك تعمل الاس بي تي. هذا البروتوكول هذا الممارسه زادت من نسبه الويننج، زادت من نسبه المرضى اللي كانوا الاطباء بيظنوا انه هدول ما وينبل، بس لما نحن طبقناهم بشكل روتين بشكل بروتوكول هذا تفوق على البراكتس اللي كانت بتعتمد على راي الطبيب نفسه. فهذا كان الشغله الجديده بهي بال 2008 ظهرت هي الدراسه، وهي دراسه مهمه وهلا صارت ستاندرد اوف كير بالنسبه للويننج. بعدها بالنسبة للتكنولوجي بهذا العقد ظهرت بالنسبة لدريجر، طلعوا منفذة الإيفيتا إكس إل بال 2003، شغال عليها منيح وجيدة. ربما في أهم ميزة شغلة لازم نميزها عليها إنه لما بتحكي على البريشر كنترول، البريشر درايفنج بريشر هو الفرق بين البريشر المسجل على البيب. هي معلومة ربما مختلفة عن بقية المنافس، حتى البريشر سبورت نفس الشيء، انه هو الفرق. يعني مثلا البريشر سبورت لما بتحطه هون 10 وبتحط بيب 5، فانت درايفنج بريشر 5، الفرق بين الضغطين. بينما بمنافسات تانية مثلا بالسيرفو اي لو حطيت البريشر سبورت 10 وبيب 5 فدرايفنج بريشر هو 10، بيصير توتال بريشر 15. هون لا، درايفنج بريشر هو الفرق بين البريشر سبورت وبين البيب. بال 2009 اصدروا الايفيتا انفينيتي الفي 500، وهي شغال عليها على فكره لما كنا اظن اشتروها وقتها بجماعتها بالعنايه واشتغلت عليها. ميزه هدول المنافستين هي السمارت كير، نظام بريشر سبورت بينضاف له الاي تي سي او 2 اللي هو الكابنوجرافي،
وعلى اساس الكابنوغرافي في لها بروتوكول او في لها خوارزميه معينه ممكن تعمل اوتو وينينج، يعني هي بتنقص المستوى البريشر سبورت المقدم للمريض حسب السي او 2 اللي عم يطرحه وحسب الريت وحسب وحسب. ما شفت مرضى كثير، يعني رغم انه كانت الجهاز عندنا موجود، الجهازين كانوا عندنا موجودين اظن الحكي بال 2012 2018 بالسعوديه، ما حدا كان يحب يشتغل على هذا الموضوع لانه ما في داعي صراحه، والايفيدنس ما هو قوي، كان البريشر سبورت شغال وعين الله عليه. السيرفو بال 2001 اصدروا السيرفو اي، هي المنفس شاغل عليها منيح كمان، منافس المحترمه حقيقه. من ميزه السيرفو انه طوروا نظام النابا نيورو اوتوميتد فنتيتر، نيورو اسيستد فنتيتر، شغله صراحه هي الدعم التنفسي المتحكم فيه عصبيا، يعني لما بتحط انت قسطره بتحط ان جي تيوب، ان جي تيوب يوصل للمعده، وهذا الان جي تيوب فيه بيلقط إشارة التفعيل الحجاب الحاجز، هاي الإشارة بتشوفوها على المونيتور، وعلى أساسها المنافسة بتصير بتعطي التنفس بالبريشر سبورت. في حين إنه بالمنافس المنافس التقليدية نحن بنعتمد على الفلو ونعتمد على البريشر اللي هو بيتأخر عن التفعيل العصبي، فهي ميزة النابة. شايف شاغل عليها صراحة، شاغل على هذا المود، وفي عليه إيفيدنس بمرضى الديفيكال طويل، لأنه هذا بيتجاوز مشكلة الأوتو بي بأنه بياخد تفعيل مباشرة من الحجاب الحاجز. بس كمان أنه إذا ما عندك هي، إذا عندك إياها أظنك حتشوف عدة مرضى عليه، خاصة بده لأنه بده خبرة تطبيق الـ NG Tube، ولازم تشوف الموجة والويب، وممكن يتغير مكانه، لازم يعني في بده بدك معك شخص يكون صاحي لهالموضوع. عادة الـ RT هنا بيتابعوا هيك حالات كانوا معانا. بس يعني هي وجعة الرأس تبعه صراحة. هل اذا ما عندك اي منفذ لازم تشتريها وتبيع الكب اللي عندك؟ اكيد لا، لانه هل هو فعلا اثبت انه هو الحل؟ احد الحلول وليس هو الحل بالنسبه للديفيكولت تو وين. مره ثانيه الفورث جينيريشن الكوفيديان بي 840 ظهرت ب 98، بس ذكرتها مع هدول المنافسات، هذه المنافسات من هدول يسموهم الفورث جينيريشن، هي منافسه فيها ميزه الباف البروبريشنال اسيست فنتيليشن. جماعة الهاملتون أصدروا الرافائيل ب 2003، صراحة ما شايفها أبدا ولا شايف مريض عليها، وأصدروا الهاملتون جي إس ب 2007، هي آخر نموذج عندنا على ما أظن، ربما نزلوا بعد شيء صراحة. للأمانة ما ينشغل لا على هاي ولا على هاي، وخبرتي مع الآي إس في صفر، رغم إنه نظريا يعني عارفان شو هو، بس ما شفت يعني هل الناس متحمسين له كنظام انه هو الحل لمشاكل التهويه عليه، والا كان هذه المنافسات سيطرت على كل العنايات. اذا عندك اياه جربه، بس يعني هل هذا يعني اذا ما عندك اياه انه مريضك ما بيزبط؟ لا بيزبط على الانظمه التقليديه، 95% من المرضى بيزبطوا. حبيت اذكر هي المنافسه اللي ظهرت بال 2002 اللي هي كير فيوجن افيا، اظني شغل عليها على الاقل فتره من الزمان، كانت موجوده هي المنفسه باحد المشافي اشتغل فيها. ميزه هي المنفسه انه فيها بتقدر تاخذ الايسوفيجيال بريشر، فينا تحط بروب مثل الان جي تيوب وبتثبته بمكان بيقدر يلقط اشاره بيقدر ياخذ يقيس الضغط ضمن المري، وهذا الضغط بيعكس ضغط الضغط الجنبي، ممكن يظهر معك هون الاير بريشر وهذا البيس، هذا هو الاسوفيجيال بريشر. شو الفائده منه؟ هنشوف الفائده منه لما بنحكي على دراسات اللي حكت عن الترانسبلمونري بريشر. انا من خلال البيس اذا قسته خلال الزفير انا فيني اقدر اتحكم بالترانسبلمنري بريشر، وفيني اعمله اكثر من الصفر وبالتالي امنع انخماص الاسناخ، او فيني اقيسه خلال الشهيق كمان وبالتالي انا فيني احمي الرئه لما بحدده برقم معين. فهي ميزه هاي المنافس، ماني شاغل على هذا الموضوع البس بحد ذاته، الا هاي المنفس شغال عليها والمنفس جيده. بتشكركم. هيك بيكون حكينا عن الجزء الثاني اللي او الجزء الرابع عفوا، انهينا ال 2010 وصلنا عند 2010، وإن شاء الله بالجزء الأخير هنحكي بآخر 10 سنوات شو هي التطورات اللي صارت على التهوية الآلية وشو هي التكنولوجيا الجديدة اللي صارت.